انترفيو. مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح. نهاركم زين، نهاركم مبروك. باش نمشي والان مع معنا في المباشر كما قلت لكم باش نحكيو على الذكرى العاشرة لصدور دستور 27 جانفي 2014. هكا ان توكا الندوة كانت بالمناسبة هذه اللي نظمها حزب التيار الديمقراطي بعنوان إذن الأزمة الدستورية في تونس دونك 2014-2022. توت سويت في الانترفيو، توت سويت انترفيو. معنا سي وسيم حمادي على التيار الديمقراطي. صباح النور، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام. سي وسيم صباح النور، تحية لك ولكل المتابعات ومتابعي إكسبريس. شكرا لك، شكرا لتفاعلك معنا اليوم الصباح. أزمة دستورية، كان هذا عنوان الندوة، أزمة دستورية في تونس، من أين منطلق؟ علاش؟ وحددت فترة، قلت 2014-2022. هو الندوة كانت بعنوان الأزمة الدستورية في تونس، فترة ما يحكي عن دستور 2014-2022. كانت تزامنا مع ذكرى العاشرة لدستور 2014 اللي هي 27 جانفي 2011. كانت مناسبة لأولا إحياء ذكرى دستور 2014 وللتأكيد على أنه التيار الديمقراطي والقطب الديمقراطي بصفة عامة مازال متشبث بدستور 2014، بمبادئ دستور 2014 وبمعناها المنجز الذي تحقق في دستور 2014، ولكن كانت مناسبة للتعريش زاد على النقائص ربما أو الهفوات اللي حافت صياغة دستور 2014 والوقوف عندها. وكانت فما رسالة واضحة منا كتيار ديمقراطي خلال الندوة هذه، حبينا نقولوا أنه غدوة وقت اللي تعود الديمقراطية وتتاح للطيف الديمقراطي المساهمة في صياغة دستور ديمقراطي حقيقي. شنو هما الأخطاء اللي حافت صياغة دستور 2014 واللي لازم تجنبها؟ كيف كان فما حديث على ما سمي او ما يسمى بين ظفرين بدستور 2022 والذي نعتبره في التيار الديمقراطي بدستور الامر الواقع، وكان فما حتى نوع من المقارنه. الندوه كان فيها تقريبا ثلاث مستويات، كان فما مستوى سياسي تحدثنا فيه على سياقات صياغه الدساتير سواء دستور 2014 ودستور 2022، مدى تمثيلية مختلف الأطراف الفاعلة من أحزاب سياسية، من منظمات، من خبراء في سياق الدستور. وتحدثنا في مستوى ثاني على الجانب خليني أقول التقني القانوني في دستور 2014 ودستور 2022، وركزنا أساسا على النظام الدستوري والنظام السياسي، وحكينا على مدى احترام دستوري 14 و22 لمبدأي معناها استقلالية وتوازن السلطات الثلاث. ثم المستوى الثالث في الندوة كان حديث عن الجانب السوسيولوجي في صياغة الدساتير، مدى تمثيلية كل من الدستورين للمجتمع التونسي والشعب التونسي. ولهنا فرقنا جدا ما بين المجتمع وبين الشعب، كي نحكيو على الشعب نحكيو على مدى التمثيلية العددية للدستور، بمعنى قداش ناس شاركت إما في انتخاب المجلس التأسيسي الذي سن الدستور أو في التصويت على الدستور بطريقة مباشرة كما في دستور 2022. وكي نحكيه على تمثيلية المجتمع نحكيه على تمثيلية مختلف شرائح المجتمع، المرأة، الشباب، كبار السن، التونسيين بالخارج، ذوي وذوات الإعاقة وغيره. وخلص الحاضرون والحاضرات في الندوة إلى أنه دستور 2014 رغم العلل نتاعو ورغم النقائص نتاعو تميز كثيرا كثيرا على دستور 2022، والاصل في الاشياء كان الانطلاق من دستور 2014 واصلاح الاخطاء والنقائص اللي فيه، لا استبداله بدستور معناها خلينا في حاله ازمه اكبر كثير 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 من المرات من اللي ادى اليها دستور 2014. واضح هذا اذا اللي عبرته عليه كملخص معناتها اوتوكا للي سبب اللي نظمته من اجله دونك الندوه هذه بعنوان الازمه الدستوريه في تونس صلب دستور 2014 و2022. الافاق بالنسبه لكم الان معناها؟
بالنسبه لنا الافاق الحقيقه، وخليني نقول من المرات القلائل اللي حسينا انه ثم بوادر ايجابيه، انه الحضور كان معناها حضور مهم جدا البارح في الندوه سواء كما او كيفا، وكانت ثم تقريبا من كل الحاضرين من ممثلي الاحزاب او المنظمات او المستقلين رسائل ايجابيه حول التشبث بالديمقراطيه وبالدفاع عن الديمقراطيه وبالدفاع عن مش فقط دستور 2014 كنص قانوني بقدر ما هو دفاع عن روح دستور 2014 من نظام سياسي ديمقراطي، من معناها باب الحقوق والحريات، من معناها المؤسسات الدستورية اللي أفرزها دستور 2014. الأفاق بالنسبة لنا كتيار ديمقراطي أو كعائلة ديمقراطية هي ضرورة معناها توحيد العائلة الديمقراطية وكل الطيف الديمقراطي المدني حول تصور مشترك للخروج من الأزمة الحالية. تقول الخروج من الأزمة الحالية هذا لا يعني بالمرة العودة إلى ما قبل 25 جويلية، بقدر ما هو الذهاب نحو معناها دولة فيها ديمقراطية حقيقية وفيها منجز اقتصادي واجتماعي يكفل العيش الكريم للتونسيات والتونسيين. وضروري ضروري القطع مع هذا العبث الحاصل اليوم، مع هذا الانحراف بالسلطة، ومع هذا النظام الدكتاتوري الذي يجنح يوما بعد يوم إلى أن يكون نظام استبدادي قامع لكل الحقوق والحريات. نحن في التيار الديمقراطي ما كناش قابلين بما قبل 25 جويلية، ومن نفس المنطلق ودفاعا عن نفس المبادئ ماناش قابلين بما بعد 25 جويلية ورهاننا أن تكون ثم دولة ديمقراطية اجتماعية تحترم الحقوق والحريات وتكفل العيش الكريم لكل المواطنات والمواطنين. هذا رأيك بالطبع على مسؤوليتك. نعرف اليوم التيار الديمقراطي أيضا في الفترة الأولى بعد 25 جويلية وكأنه كان معناتها هكا ولا كان مؤيد لقرارات 25 جويلية، ولكن من بعد تغيرت هكا ولا هو للتوضيح قرر موقف التيار الديمقراطي صبيحة يوم 26 جويلية 2021، وكان أول بيان رسمي من كل الأطراف السياسية والناشطة في الفضاء العام، كان أول بيان صدر، وكان بيان يقول صراحة أنه لا يتفق مع رئيس الجمهورية في القراءة الدستورية التي ذهب فيها. ربما ما قصر فيه التيار الديمقراطي في البداية هو عدم الذهاب إلى توصيف ما حصل صراحة بأنه انقلاب دستوري واضح المعالم. ربما الدوزة متاع الموقف ما كانتش متلائمة مع ما حصل، ولكن موقف التيار الديمقراطي لم يكن مساندا منذ 26 جويلية إلى إجراءات الخامس والعشرين من جويلية. ومع ذلك أنا قلت أنه الموقف ربما كان أقل من اللحظة، لأنه ما تمش توصيفه منذ البداية بأنه انقلاب دستوري، ولكن بعد تقريبا بأيامات توضحت أكثر معالم وملامح الموقف. وتقريبا خليني أقول لكل الأطراف السياسية موقفها تطور منذ 25 جويلية إلى اليوم، أنه عشنا تقريبا زلزال حقيقي، حتى حد ما كان ينتظر معناها حصول هذا الزلزال، وحتى حد ما كان يتوقع أنه معناها ما حصل في 25 من جويلية سيؤول إلى مثل هذه الانحرافات. ربما هذه رسالة إلى كل الطائفة الديمقراطية وحتى غير الديمقراطيين إلى أن يتعظوا مما حصل في 25 جويلية، وأن يعتبروا أي انحراف ولو كان بسيطا بالدستور وبالقوانين وبالمؤسسات هو انحراف مرفوض، معناها حتى إذا كانت الدوافع متاعه ربما قد تكون دوافع معناها إيجابية أو نوايا من وراءه تكون نوايا إيجابية. بالنسبة لنا كتيار ديمقراطي القناعة الحاصلة عنا اليوم أنه التمسك بالدستور والتمسك بالديمقراطية والتمسك بدولة القانون والمؤسسات هي البوصلة الأساسية متاعنا، والباقي كله يناقش. شكرا لك، يعطيك صحة على تفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج إكسبريسو. السيد وسيم حمدي عضو التيار الديمقراطي، بتبع كما قلت قبلك دونك كذا رأيك معناتها على مسؤوليتك، وتي حر في شنية المقاربة حزب التيار اليوم فيما يخص ما سميته بأزمة دستورية في تونس في صلب دستوري 2014 و2022. شكرا لك، شكرا لتفاعلك معنا.
نمشي والان مع فاصل موعد الفلاشانج، ثم راجعين بعد شويه في برنامجكم اكسبريسو. الادم المقراني المحامي واستاذ القانون الدولي، ماذا بعد قرارات محكمه العدل الدوليه فيما يخص ما تقدمت به جنوب افريقيا في الفتره الاخرى؟ هذا كنا نرجع عليه بعد شويه. قعدوا معنا، مازلنا مواصلين حتى للتسعه متاع الصباح.